وغلا بأطق متابعين بالعالم، بنكمل لكم الجزء الثاني لتجربة فورد إكسبيديشن تيمبرلاين، الفئة اللي راح تجيك متوسطة للأفرود. نزلنا لكم الجزء الأول كان خط ومسافة كم يمشيك في التانكي، وجربنا لكم الدوفلوكي، هذا راح يكون كله بالدوفلوكي. حطيناها الكفرات 25، بس بينه وبينكم يبيلك كفرات كبار، يعني على هالجنط يبيلك كفر كبير. بس المشكلة لازم تغير الجنط، لأن جنطه هذا 18 265 على 70، جنط 18 للي يبي، يعني بعض كم يحتاج، يعني إذا تبي كفرات أكبر 35 البي اف جون 17 بيطلع وحش للي محتاج، اللي ما يبي يقول ابي وكاله مع المشكله. مسك الزر مع الانزلاق، حطه بالدبل الخفيف سبورت، واهم شيء مكيف، طفوا مكيف اللي عندك مضبوط. حطينا الكفرات 25، والله مشكل في شيء 25 في شيء اكثر، بس ان شاء الله الامور طيبه. حطوا بالام اثنين، ترى دايم اي موتر بشكل عام احرص بالتطعيس والنفود، لا تصير تحشره بنمره واحد، لا عطوا مدى، خلوا باثنين عادي، باثنين ثالث يمشي، لا تصير تحشره طول الوقت بواحد. شوف العشب ما شاء الله الى الحين، العشب بس انه واحد منحمس. ها تذكرون الموتر اللي رقناه ابو من هنا؟ مجيوب ما تصل. اي والله ها اجينا مع طريق الوحر، ها ليش رجع خلاص مع الانزلاق؟ ما عليكم من صوت الطقطقة، أغراضي والجوالات والحوس نسينا ننزلن. الموتر ما شاء الله تبارك الله قوي وخفيف بنفس الوقت، بس وش اللي راح تستشعره؟ الحجم فيه كبر، لأنه عرض وطول الموتر، فهذا اللي راح تستشعره، ولا كخفة فيه خفة. بس للناس اللي يبي طرب زود صراحة لازم بشوية بهارات، عند مين؟ عند أبو صقر، دبة فلتر هدرز هالسوالف هذه ضروري عشان تنطرب زود. ما شاء الله تبارك الله حتى ارتفاع الحرارة لاحظت انه ما ترتفع حرارته بسرعة، هذه اللي انا لاحظت، مع انه درجة الحرارة ترى حول 40 يعني حر موت. فالموتر ما شاء الله تبارك الله، طبعا كتنطير وجالسين ننطر الحين يشتغل مع انزلاق ما فصل كامل، فما قدرت اخذ راحتي بشكل كبير، ولا الموتر يعطي صراحة من احسن ما يكون ما شاء الله.
منصات للبيع؟ حراج أكبر منصة بيع وشراء للجديد والمستعمل. طبعا كل شيء جاء سريع سريع، يعني غياب الشمس قبل غياب الشمس يمكن 25 دقيقة، بس هتصورنا على كم اللي نقدر عليه. هازم الموتر ما شاء الله، بس باقي ودي نجربه بالصعود إن شاء الله بإذن الله. النور عليه، النور العالي سودك لو أقوى من كذا صراحة. والموتر يبيله رفع طبعا، هو يجي بدفلك واحد بس دف خلفي. تبديل النمر تحت، غريبة صراحة هالفكرة، أنا ما أدري وين جاية. تعودين على الشفتر فوق. الصديق الأمريكي في الأحيان خبص لي صديق الياباني. هذا شكل النور. الحرارة شوف كل السيارات التيربو بكل الشركات تجلس تنطلبه وتترتفع، ترى طبيعي. بعضكم يحسبوا عيب، خلاص انت جالس حاشر الموتر بنمرة باثنين طول الوقت ولا بواحد بترتفع حرارة، انت جالس تجلد ابو 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 الجير والمكينة طول الوقت جالس تطلبه نفوذ وعزم ووزن وكل هالاشياء. طيب وبندر ايش رايك بالعزل؟ العزل شوف الارضي 100% ما شاء الله تبارك الله، اللي فوق تقدر تعطيه 8 7 8 7. وبصور لكم البرنامج عشان تشوفون العزل. الراحة ما يحتاج، سيارات فورد ما شاء الله تبارك الله. بشكل عام الامريكي دائم يصنف من اريح السيارات على مستوى الشركات طبعا. العزل قلناه، وبعد هذا اللي معنا فيه اللي هي الرادار، حزمة الامان، هذه الرباقات الجانبية والامامية كل هذه عارفينها ما يحتاج. الرادار صارت تقصر تبعد السيارة زي كذا بالشكل هذا، في تنبيه خروج عن المسار، يعطيك قيادة شبه ذاتية، مجرد ما يطلع الموتر عن المسار يرجعك يعتبر تفاعلي، بس لو ابطيت وانت ما تمسك الدركسون راح يعطيك تنبيه يقول لك امسك الدركسون. الطبلون صراحة يعطيك جو الفخامة، يعطيك متعة. احب انا الطبلون اللي يجيك مرن، شوفه اذا ابطيت وانت ما تمسك الدركسون ينبهك يقول لك امسك الدركسون. انا من الناس اللي احب صراحة الطبلون الاصفر مرن، ابداع ابداع. هذا بالنسبة للعزل، إذا تكلمت راح يتحرك الرقم. يعتبر يعني العزل اللي فوق تقدر تقول متوسط من 7 إلى 8 مع العوارض، مع إنه في هواء شوي برا، وفاتح سقف البانوراما، أنا فاتح الستارة حق سقف البانوراما. المتعب القيادة ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. الحجم الموتر، إذا أنت متعود على موتر خفيف من اول ما تسوقه اول يومين بتحس ان الموتر يعني تحس انه في كبر، بس في خفه، في خفه يعني مقارنه بالسيارات الكبار. يعني وصل فيتر البنزين وشفته الشاشه الكبيره هذه، صراحه جوه حلو. الحين نجي لفقره النقل الكبير عشان نجرب لكم الموتر مع الطلوع. طبعا الردميه مو مكسره اللي بعده، وتأخرت حتى بالطلعة لأنه شمس. أسلم 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 أسلم. المقصات والمساعدات بشرح لكم كلها إذا وقفنا الموتر إن شاء الله بإذن الله. لكن الموتر بردمية رايا ومريح. أسلم يا حبيب. طبعا كلهم أنتم تشوفونه كله الطريق كله محفر. تعليق ما شاء الله تبارك الله من أحسن ما يكون، بس هو الكفرات ترى ما نسمت على وضع 35 تقريبا. الردمية مو محفرة اللي بعده. طبعا ما اخفيكم الجو حار، بس شوي هنا مجينا على غياب الشمس زين معقول يعني شوي ربك الحمد، بس تأخرنا بالحيل والله. شوف كم ساعة 7 يعني جينا على غياب الشمس. بس بحاول كل هالمسألة هي بجرب بالطلعة بالوجه عشان نشوف عزمه. بس حطيت بهو كفرات 20. شوف الطعس ما رقى واحد ابد. يلق لق. طبعا بشكل عام تبي الطعس وش تحط؟ ما تحط حق النفود، حط سبورت بإيه هذا الرياضي شونه هذا، حط الرياضي وشغل الدبل خفيف بعد.
صار الاوتو، انا ما ابي الاوتو، ابي الدبل خفيف احسن. مظبوط، وتفصل زر مع الانزلاق اللي هو هذا، تعلق عليه، تعلق عليه لين شوف ايش يطلع الحين. شوف اهم شيء تطلع لك هذه، شوفها هذه رسمه السياره اللي تحت، هذه اهم شيء، زايد هذه ثاني عاد تحطه على التبترونيك هنا وبس. وتأخر الوقت طبعا. التبديل الجير غريبة انهم حطينه شو اسمه، حطينه بزر غريبة. ودي اجرب واحد هنا، لا باثنين دايم فورد، اثنين دايم. عشر نمر بسم الله. طبعا مو واضح الطريق، حوكي حوكي الطريق مو واضح ان شاء الله، ان شاء الله تبارك الله. انتم تشوفون شيء؟ ترى ما اشوف شيء انا. وقت الغروب الشمس ما يبين لك الطريق ابدا، الطعس، فلازم تكون حذر. ودي لهم سيف مطعس في السماء، خابت الشمس طبعا. ما اخفيك امس يوم اصور، بديت المقطع صورت كم ردمية انا، جينا على غياب الشمس تخيل، الحين باقي 20 دقيقة بعد غياب الشمس، بس اشوى من امس. وجربوا لكم الحين مضبوط، يعني مو ترى انا صراحه اللي يبي يعني سواقته متوسطه بالبر، روحات خفيفه، طلعات خفيفه، ما عنده مشكله يكفيها التعليق اللي عليه. لكن اذا تبي زود لا لازم تنسه، لكن اذا تبي زود لا لازم ترفعه وتركب عليه مساعدات اقوى، لان مساعدات انا اشوف ان ذولي يعتبر متوسطه صراحه، يعني بالردمية وكذا مناقز الموتر يطامر شوي بس ماسك، بس يبيله مساعد اقوى، يعني مساعد انا كقياس عشان يتوضح لك، كم كانه متوسط، متوسط كمساعد مو حق بر 100%، يعني يبيله شيء اقوى يعني. وصلنا نفوت الطعس، صور لكم الحين. اهم شيء انك حتى مكيف لازم تطفيه، حطه على التبترونيك، وضعية شو اسمه مثل ما قلت لكم سبورت، وجرب الدبل خفيف، وجرب يا طول العمر باثنين زين، لان امس جربنا لانه او في شيء 22 في شيء 23، فالنية اخذ مسافة قصيرة بس. دائما انسى زر فاصل من الانزلاق، واهم شيء لازم تفصل. يلا نجرب الحين بسم الله. مكسر يا ربي، القاع من تحت يا مكسر تكسير، امس امس الله ما اشوف شيء ابد. الطعس ترى ما مبين لك مش كثر ما هو مندك.
شوف شوف هذا اللي دايم سيف هو. شوف شلون شوف شوف أوه 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 أوه. يعني هذا لو بجي انا من فوق بقمز يصير قروشة. هذه اتوقع يمكن السبع خف يعني دقل. سيارة للبيع جديدة أو مستعملة، صورها واعرضها لملايين الزوار في حراج. مهدي انا الى الحين الى الحين الى الحين دز 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 مستوي ما يمديك تسيف ابد هذه قلبها على طول لازم تنتبه ليش بسبت انه هذا مو عدل
خلصنا وشفت الحرارة على النص. طبعا وقت صيف درجة حرارة 40، فما أحد بيجي بيطعس بالبر بالنفول، فحتى هو يقولون في عليه مبرد على الجير. الموتر مثل ما قلت لك يبيله، إذا أنت راعي بر راعي تكسير وطيران لا لازم تغير المساعدات وترفع زود. إذا أنت تقول لا والله أنا سوقت متوسط هو بيلي بس شيء مرتفع شيء بسيط ورفعه بسيطة، ما عندك أي مشكلة راح يناسبك. فما قصر الذيب. دور على الكلاسيك والمخزن تلقاه في حراج. ما شاء الله الموتر فيه طول، فيه طول الموتر فيه طول. طف الموتر زين وخلصنا التجربة يا الغالين. الموتر ما قصر ما شاء الله تبارك الله، بالخط صورنا لكم احنا رايحين عليه الحايل، وجربنا لكم بعد زي الحفر عشان نجرب لكم الدفلك، والنفوذ وديناه وشفنا مستواه بالطلوع مع انه حر درجة حرارة قبل شوي وانا بالنفوذ 42، بس الموتر ما شاء الله تبارك الله اكثر شيء لاحظته ويميزه الخفة الراحة الوسع الرحابة القوة. القوة وانت تجرب التسارع ما تحس ان الموتر انه سريع، بس للي برا بيشوفون انه الموتر طاير، بس انت من داخل ما تحس بالسرعه. 440 حصان ما شاء الله تبارك الله، 691 نيوتن ماكينه الرابتر. تعالوا الحين بنستعرض لكم بشكل سريع الداخلي والخارجي بحكم انهم مصورين لكم من قبل. اول شيء قبل لا نشرح لكم ناخذ بشكل سريع ووريكم تشغيل عن بعد. يا اخي في سرعه عجيبه، اسرع تشغيل بعد مر علي بسيارات فورد صراحه. شوف قفلنا بعدين بسم الله، ثواني ما شاء الله ويطفي بثواني. انا اشوف الفئه هذه للناس اللي يحبون الاكسبيديشن بس يبيل البر،
الفئات الأول هذيك العادية نازل شوي، والموتر وحجم مساعداته يعني ما هي ذاك يعني تعتبر لينة مقارنة بهذا. هذا حتى مساعداته ترى تعتبر شوي قاسية بعد متوسطة، متوسطة ما هو اللي علي العلم يعني اللي زي الرابتر، لا حطينه للناس اللي يستخدمونها البر بشكل متوسط. المكينة نفس مكينة الرابتر توين تيربو إيكو بوست 3.5 440 حصان، والعزم 691 نيوتن، والجير 10 سرعات، وفيه 7 وضعيات للقيادة، وزنه تقريبا 2600. حجم التانكي مثل ما صورنا لكم بالبنزين حجمه 88 لتر. طبعا الجنط مقاس كم؟ مقاس 18، ومقاس الكفرات يا طول العمر ب 33 انش قدير. خل بوريكم الواجهه الاماميه بحكم اني شارح لكم انا من قبل اول ما نزل. يعني انا اشوفه في ناس كثير، طبعا هذا ما صورت من كثر الطلبات المتابعين، في ناس يبون الموتر بندر جربوا لهم 4 شهور ولا حصل لي فرصه الا جربوا له الوقت هذا. والتجربه انا اشوفها بصراحه سريعه، لانه ليش حر بيني وبينكم صراحه سيارات الفرود ما ودك نجربها الا بشتا بس، لان الحر ما يخليك تبدع، ما يخليك تصور تاخذ راحتك، يلعبك لعب. الصاجه هذه اللي تشوفونها في صاجه حقت حمايه هنا، والمفروض انه بعد حتى تصير على التانكي. المساعدات اللي شوفهن جايه باللون الاحمر، شوفوا هذه هي تعتبر شبه رياضيه يعني متوسطه للاداء. يعني الواجهة الأمامية مثل ما قلنا لكم، الخط اللي جاي بالصاجة هنا خط التمبر لاين اللي راح نشوفه بكل مكان على الجنب وعلى الجهة الأمامية، أنوار LED، كشف الضباب LED، حساسات أمامية، 4 كاميرات، وعندك يا طول العمر الجهة الجانبية الجنط 18 دواسة جانبية، مقابض البواب جاي بنفس لون السيارة، عندك الإضاءات اللي جاي بالمراية، شعار وفي اسم الفئة التمبر لاين اللي جاي حتى على الجنب. الشكل الخلفي انا استغرب من صديق الامريكي، سبحان الله ما ادري ليش الشركات الكبيره لا اليابانيه ولا الامريكيه اللي اعمارها من 80 سنه وفوق علي، يعني الشركه عمرها طويل ما ادري ليش يستخسرون بالاسطبات ال اي دي، ليش ما ادري، ما ادري هل عندهم مخزون لمبات عاديه يبون يصرفونها ولا ما ادري ايش الوضع. يا اخي موتر قيمته فوق ال 250 اسطب ال اي دي، ما في ليش، والله شيء غريب يا اخي. اسطب ال LED دايم يجمل الموتر، دايم يجمل الموتر. سو قزوز جاي اثنين هنا تشوفونه، سمعكم صوت قزوز، شوفوا حساسات خلفيه، كتابه الاكسبيديشن هنا جايه بالاطراف باللون الاورنج، شاب هنا مكتوب تمبرلاين. دائم التيرب وهو واقف ما راح يعطيك الصوت اللي انت بي. اشوفه هنا بالخط ولا بالجلد تشوف يطلع منه الصوت يعتبر عليه. شنطة كهرب طبعا جايب 3 صفوف، يبي لنا اضاءة بالله، اعطنا اضاءة ذيب كله تحكم كهرب، ازين ما ابو هالموتر سبحان الله الفور. وهذه حقت العفريتة، شوف حقت التانكي حقت البنزين، هذه كل سيارة فورد هذه حلوة عشان تساعدك، لأن شغلانة إذا قطع لك بنزين ولا شيء بالفتحة يبيرك هذه نفسه. وهنا بعد هذا تقدر ترفع كهرب، مساحة تخزين USB، وهناك تقدر تصفط بعد الكرسي كهرب، واسع واسع هنا، واسع ما شاء الله. هنا مساحة تخزين USB، بحر الموتر، وفتحة التكييف كلها فوق. رجع هذا الصف الثاني، عندك يا طول العمر حامل اكواب، مساحات تخزين بكل مكان، في اضاءات، شغل مرتب صراحه. الحين المراتب جايب النكشه الاورنج نفس الخط اللي شفناه قبل شوي. الحين بنجي جهه السواق، شوفوا الشاشه الكبيره هذه مقاس 15 انش، سقف البانوراما، شوف الوسع، في رحابه في رحابه في وسع، يصلح للعوائل اللي عددهم كبير واللي اجسامهم متعافين. شوف ما شاء الله
على خط الحائل معي هالي طول عمر من احسن ما يكون اخذي راحتها موسع ورحابه. خلونا نروح الحين جهه السواق. تحكم المكيف من وين؟ من هنا. بس كذا جرب كذا تحكم درجه الحراره بعد. وهنا مخرج فيه كهرب وهنا يو اس بي وتايب سي. وفي عندك الدعاسات هذه بلاستيك ولا تبي عاد؟ الظاهر يوفرون العاديه بعد. خل اوريك يا طويل العمر والسلام الاضاءات زر التحكم بالنوافذ. شوف التطريز كامل هنا ذاكره تخزين مراتب قفل مركزي زر التحكم بالنوافذ. حط لكم ورقه المواصفات كامله والتطريز. وسيع وسيع الموتر. تحكم بالمرتبة، الإضاءات، تحكم بالدواسة تقربه وتبعده، خطوط الأورنج جاية بكل مكان. خلنا نركب. شوفوا ما شاء الله. خلنا نطفي الموتر أول شيء. سماعات بيج أند أولفسن لا تقل عن 20 سماعة، كلها موزعة بكل مكان. شوفوا هذه واحدة. هنا مضخ. الشاشة هذه جاية بحجم 15 انش، تخيل 15 انش فاصلة 5. الشاشة حقت الطبلون هذه جاية بحجم 12 انش. جاية بحجم 12 انش فاصلة 4. سكر الباب، أول شيء بطفي الموتر. أنا طفيته شوي. شوف 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 الإضاءة الترحيبية. ما عليكم من أخبار عقب النفوت. شاشة عشان نقصي الهواء الكفرات. شاشة 12 انش فاصلة 4 سهلة وفخمة وتعطيك الوان حلوة واستخدامها جدا سهل. طبعا اذا انت به هذا الرادار، هذا شو اسمه ثبت السرعة، هذا التنبيه خروج على المسار، التحكم بالصوت، التحكم بالشاشة من وين؟ من هنا. زي سيارات فورد عارفينها، ما بيطول عليكم به. هذه كل عارفينها، توزيع العزم، تقدر تبدل تغير تسوي كل شيء تبيه، وضعية القيادة، هذا العادي، هذا البيئي، الاقتصادي، الرياضي، سحب المقطورة، وحل حق الحفر، والرمال، والزلق اللي هو الثلج والماء. بس هذه هي، هذه أهم الأشياء الموجودة بالشاشة. طبعا نجي هنا شفتر، ما في شفتر. شفتر وين جاي؟ أنا ما أدري ليش طريقتهم هنا غريبة. فورد من فورد تبدل تقصر من هنا. هذا الدفلك طبعا. الشاشة هذا كار بلاي جاي بالشكل هذا، تسحب هنا وتسحب هنا. وعندك يا طول العمر والسلامة إذا أنت بترجع للفورد تضغط هذا، فجاية حلوة وفخمة يا طول العمر. ترجع قائمة رئيسية حقت فورد هذه. شوف الشاشة جاية حجم كبير، مقاس 15 إنش، فيها كل الإعدادات وكل شيء يخص السيارة، من تبي خرج على مسار، من إضاءة، من كل شيء. جدا سهلة وبسيطة. هذا نظام الالتفاف ما سويناه لكم، يكسر الموتر كذا، هتشيله في يعني يصير بأماكن ضيقة عارفينه. وفيه الأوتو بارك، أنا صدقون راحت علينا ما سويناه لكم الأوتو بارك. عندك المكيف هذا حتى تصخين دركسون ما يحتاج. هذا المكيف بوريكم شلون جاي المكيف، يجيك بالشكل هذا. تختار يجيك بالشكل هذا، شكله حلو مرتب. احنا سوينا اوتو، نحتاج الاوتو. ضرنا يا ولد ضرنا. يجيك بالشكل هذا المكيف. هذا التوزيع حق الهواء والتوزيع. وهنا ما هو واضح. شوف حطيتكم بالابيض جاي ترمش عندكم عشان التصوير. بس الكاميرا هذه هي دقتها حلوه وكويسه. شفتوا صورنا احنا بالبر. اضاءه النطاق هذه يولع لك الاضاءات من يمين ويسار، يولع لك من هنا ومن هنا ومن هنا معك في الجوانب. ابد نفس سيارات فورد الاكسبيديشن اللي انا صورت لكم من قبل كله نفسه، فما يحتاج نطول بالشاشه. واتكل بالنص محمل كوار جاي حجم كبير. والله تمنيت لو بحجم زي الثلاجه. تقدر تحط تقسم تروح يمين يسار 12 فولت، كل شيء تقدر تسويه. هذا الدرج انت بتقدر تضغط من هنا تضيع، ترى مفتاحه من هنا بس كذا. وهنا الدرج الثاني بعد
وقف المركزي والإضاءات اللي هنا جايب اللون الأبيض وسقف البنورامي الكبير ما شاء الله تبارك الله. يا ليت صديق الياباني يحط لنا سقف بنورامي. بس تقريبا خلصنا البوري. صور لكم الماكينة. وهذه الماكينة كوبوست 3.5 440 حصان والعزم 691 نيوتن. بس خلصنا بوريكم النور. حلوة رفعته ما شاء الله حلوة. الكبوت مشينا فيه مساعد. النور هذا هو اللي يدي بدون عدسات طبعا. بصور لكم الضوء هذا في الاشر. الاخبط الحبيب شغل المساحات. هذا في الاشر هذا النور. هذا النور العالي. هذه اسطبات الله يسامحه لما فيه الايدي. لمبة الفرامل. لمبة الريوس. وفي الاشر بنفس اللون. بس خلصنا يعني. السعر هذا تقريبا سعره 295. احط لكم انا اتاكد لكم من السعر احط لكم تحت في الوصف. بس خلصنا غالين. خذنا لكم بشكل سريع. شو تبارك الله يا الحجم. كمان الله وبحفظ الكريم.